معانا السوشيال ميديا دلوقتي، ناخد اجابات الناس على السوشيال ميديا. احنا كان عندنا سؤال على السوشيال ميديا، فخلونا ناخد اجابات الناس قبل الفاصل. سؤالنا كان انتوا مع التجنيس في الرياضه ولا لا؟ هنا في علي مين؟ عثمان بيقول انه التجنيس في الرياضه بالظبط بيظلم القاره اللي بينتمي ليها، وخاصه دولته زي مبابي كده كاميروني، لو كان بيلعب لمنتخب بلده كانت افريقيا هتكون في حته تانية. لما يكون صلاح وماني وزياش وحكيمي ورياض ومبابي، لا كانت هتكون منافسه كبيره قوي. عندنا راي تاني، عبد الرحمن صفي الدين بيقول في لعيبه مظلومه غير منضمه لمنتخب بلادها، ايه المشكله لما تتجنس وتلعب وتظهر وتاخد حقها؟ وهنا بتكلم عن جون ايبوكا شايفه من احسن الهجمين المهاجمين. التجنيس يفقد طعم ولون وروح ورائحه اي انجاز يحقق. اوكي، عندنا اراء مختلفه اهي. عندنا راي تاني من السوشيال ميديا، خدم منتخبات وظلم منتخبات الاصليه. منتخباتنا الاصليه. ده كان اخر راي معانا، يعني يمكن اراء مختلفه. مختلفين، في ناس مع وفي ناس ضد، وفي النهايه زي ما قلنا الرياضيين هم ثروه قوميه لازم ان احنا نحافظ عليهم. بالزبط. كل الدول تحافظ عليهم ونشوف مشاكلهم ايه ونحلها. صح.